أقل من 5 أشهر هي المهلة المتبقية لدى التجار من أجل وضع خدمة الدفع الإلكتروني تحت تصرف المستهلكين، والتي تتمثل في كل من خدمة الدفع عن طريق البطاقة الذهبية أو خدمة بريدي باي التي تم إطلاقها حديثا، ليجد بذلك التاجر نفسه أمام حتمية توفير هذه الخدمة بعدما كانت في وقت مضى اختيارية. التاجر لابد أن يعرف بأن القانون واضح، هي استعمال الدفع الإلكتروني ليس اختيار بل هو إجبار. لازم يعرف بأن القانون يجبره باش يكون عنده الدفع الإلكتروني إجباري وليس اختياري. فالنصوص القانونية وقانون المالية يجبر جميع التجار ولعددهم أكثر من 2 مليون على إلزامية استعمال ما يسمى التيفيو قبل نهاية ديسمبر 2020. تعميم وضع أجهزة الدفع الإلكتروني لدى التجار أمر طالما انتظره الزبائن، إلا أن التذبذب الذي تعرفه شبكة الأنترنت سيبقى حاجزا أمام تقدم استعمال هذه الخدمة في نظر الخبراء. كاين مشاكل يجب إصلاحها قبل الدفع الإلكتروني. المشكل هي مشكل الأنترنت، مشكل تدفق، عندنا لازم تدفق عالي ولازم يكونوش انقطاعات. مثلا انقطاع اللي صار عن 3 أيام حبسة انترنت، تما كان عندنا دفع الكتروني تروح انت تاجر تشري يقول لك ما نقدرش نبيع لك، فهمتني، ولا تخلص كاش. دونك كيفاش راك حاب تنكوراجي الناس باش يستعملوا الدفع الالكتروني؟ ثاني حاجه هي الثقه، لازم الزبون والتاجر لازم يديروا ثقه في الـ في الـ في العمليه هذه، ويديروا في بالهم بلي هذه العمليه امنه 100%. توفير أجهزة الدفع الإلكتروني وتعميمها أمر يتطلب توفير كل الشروط من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة، فوفرة الجهاز لا تعني وفرة الخدمة.